رجعت إلى الصف يا لالي وانضم وتشحش على البالي راعي راعي الأقصى يلجر الونة 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 من الأرض عمان صعب فنة تراث أول نديم الماضي دايم بفن عادل وقاضي من كلام أول سيول فياضي محلى قديم برسمة برياضي كل الحاسين وسافرت في بحر وموجه عيالي وعندي رباعه ما يروبها بحيالي ما ريت منهم واحد يرثيالي كل واحد من الخير كفه خيالي كيف قال؟ مساكم الله بالخير مشاهدين الكرام، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من نديم الماضي. هالمرة احنا في ولاية الخابورة بمنطقة الباطنة. وقت ممتع، وبعد الفاصل واللغز راجع لكم. نديم للماضي، نديم للماضي واللغز هات ولا تفسر بايت على الجوزر يجيب الدور بين كل شي قريب حساب الفلك امر تعيب يرسخ براس القرهمان يرسخ باوتاد وزمان مفهم ويا راعي الفهم كل شي في الدنيا بنظام الكون منظوم السنين الكون منظوم السنين مقسوم ما بين الاثنين الليل ونهاره قرين ما يعاس من امر البيان ما يعاسمين في الشهور طوع شيره على 12 فروع والله ما قامت بالزروع لا تاخذ اقول ابوان هذا هو لغزنا اللي ودي يعرف الاجابه يتابعنا للاخر بايت على الجوزر قيب الدور بين كل شيء قريب ساب الفلك امر تعيب يرسخ في راس القرمان والدي إذا ما بدينا نسأل
نعم. ونقول عن فنون الخابورة. نعم. شو من الفنون الموجودة إجمالا في الخابورة؟ فنون متعددة يعني. أها. في عندنا يعني فن المالد، وعندنا فن العيالة، وفن الرزحة، وفن التغرود، وفن الطارق، وفن الونة، وفن المسبع. ما شاء الله، يعني عدة فنون. كل هالفنون موجودة هني؟ موجودة. نعم. وما زالت تمارس إلى اليوم؟ ما زالت، وإن كانت بمستوى أقل يمكن. أقل يعني. راحوا الناس الشياب الله يرحمهم، راحوا من الرماميس اللي كانوا موجودين هي في كل الفنون وكانوا مشهورين على مستوى السلطنة وساحل الباطنة. اللي كان معروف في ولاية الخابورة في فن الرزحة وفن الميدان الشيخ شبين بن عامر الحسني الله يرحمه. الله يرحمه. في منطقة رديدة خابورة، وغيره واحد اسمه مبارك بن عبد الله بن خاطر. اي نعم. هذا ناس معروف عنهم يعني. انهم رميسة. مشهورين. اي نعم. نعم. وفي بعض ناس غيرهم ولكن ما تحضن الذاكرة يعني. ومعظم الرماميس الكبار توفوا الله يرحمهم. توفوا الله يرحمه. باقي الناس يعني مساكين تعبانين شوي. بقلة الصحة. ولا موجود المواهب معهم. الله يعطيهم الصحة إن شاء الله. ويعطيك إن شاء الله الصحة. الجميع. وأنا يعني من بعد شوي شوي يعني ما وايد. زين. لا فيك الخير، فيك الخير بارك. أنا شفت مؤلف عندك هنا. أي نعم. اللي هو هذا مؤلفك؟ أي نعم. ديوان المواهب. ديوان المواهب الشعرية. الشعرية. نعم. للشاعر العماني عبد الله بن سعيد بن خلفان الوهيبي. الوهيبي. نعم. وها ما شاء الله صورتك. نعم صورتك. قديمة هالصورة. اي من زمان هذه. من الثمانينات. 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 نعم. هني بالسلطنة ولا بالخارج؟ بالسلطنة. بالسلطنة. ايوه. ما شاء الله ما متغير. لا. بس هذا على ويش يحتوي هالكتاب الواحد؟ هذا الكتاب يحتوي على عدة مواضيع. في بالاشعار العربية الفصحى والاشعار الشعبية. اي نعم. في قصائد دينية، وطنية، اجتماعية. اي نعم. يعني في معظم القصائد يعني اكثرها يغلب عليها الطابع الديني. الطابع الديني. ايوه. وبعدين عندك في فن الميدان، في فن الميدان قليل يعني ماشي. نعم. في فن المسبع موجود، في فن الطارق. كله موجود. في فن التغرود. العازي. نعم. الرزحه. ناحيه بن ساعد اللي يسمونها الناحيه الطويله. الطويله. ولاد العود يعني موجود. نعم. وكلها من تأليفك هل؟ كلها من تأليفي. نعم. أي سنة أصدرت هالديوان الوالد؟ الديوان هذا ابتدأت بتأليفه في سنة 67. نعم. لما كنت في البحرين. نعم. وكملته في آخر 88 وطبعته. نعم. أخذ يعني بديت في البحرين وكملت هني. وكملت هني. أيوة. وصدر سنة 1988. أي نعم. مطبوع في صحافة. وهذا هو الديوان الوحيد له؟ عندي ديوان غيره. ديوان فيض المواهب. اي نعم. على يعني يحتوي على قسمين بالعربي الفصحى الاشعار الشعبيه. الاشعار ديوان صغير. يعني نقدر نسميك الوالد عبد الله انت جامع لكل الفنون تقريبا. والله البعض ما كلها. زين. وفي ديوانين بعدها يعني جاهزه للطبع بس امكانيه ماشي عندي. يلا الله يسهل ان شاء الله. جميع ان شاء الله. الله يسهل. طيب هذه النار الهاديه الليليه. نعم. تدعونا ان نسمع شيء بيكون ان شاء الله. حاضرين. ايش بنسمع؟ اللي تريدوه. اللي يكون منك كل زين. اللي يمنك كل زين. معنى ها؟ وتامروا فيه. ما يامر عليك عدو. ما يامر عليك عدو. وعسى الله تعالى يقدرنا على ما فيه الخير. زين. تفضل. 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 ابدي كلامي بالتحيه والسلام، اهدي عليكم أهدي سلام عليكم كل وقت وحين. أبدي كلامي بالتحية والسلام، أهدي سلام عليكم كل وقت وحين. من يوم غادرت المواطن والمقام، لو تعلموا ببايت في غصة وحزين. هذا شلت. ايش اسم هاي الناحيه؟ هذه الناحيه لال العود. لال العود. ايوه. ومتواجده معكم هنا؟ متواجده. زين. وفي بعد قصيده من فن الرزحه. اها. هذه ذكريات رحله قمت بها انا واحد الاصدقاء اسمه عبد الله. زين. في طلب الرزق. فصادفتنا امواج في البحر وطوفان.
قديمة إذا هذه قديمة. وفي القصيدة أيضا ذكر النخيل في منطقة الباطنة. أه. وقد تركوها أهلها وقاموا بإصلاح المزارع في الصحراء. شوف أنت. وأنا عاد أعاتبهم شيء. تعاتبهم أنهم تركون خيلهم؟ إيه. وراحوا يسووا مزارع في يسووا مزارع في الصحراء. في الصحراء. أقول فيها القصيدة هذه: يا لابتي يا أهل الوفا سيروا معي صوب البواطن والنخيل الوايدات، حدم العرب أرض الصحارى يزرعي، وتلقى النخيل الأولية مهملات. يا ديرتي فهمي كلامي واسمعي، هذا كلام قلت بخالص النيات، ما أبغي المدايح أكتب ألفاظ معي، ما أخذ مقالي من بحور زاخرات. وسمعت عن أخبار نظم الدرسعي، قول يعبر عن تفاسير اللغات، يا وازن الفضة تعال احضر معي، قرب وزانك خذ لك من الذهب أميات. شنف مسامعنا بمقالك واسرعي، واليوم حاجتنا على حفظ اللغات. سافرت في بحر مهول مفزعي، والنوخذة كانت يدينه قاصرات، والموي عالي والسفينة تسرعي، والشرع بالأرياح صار انتارسات. غبت سلامة جينا وعبد الله معي، لمسلم الله من البحور الطاميات. غبت سلامه هي غبت سلامه غبت سلامه جينا وعبد الله معي، لمسلم الله من البحور الطاميات. وحمدت ربي سامع قول المدعي، منقي الغريق يلي في الشده يبات. من بعد وصلنا انا واللي معي في البر، وحصلنا السلامه والثبات. عاينت عبد الله عيونه تدمعي، ذاكر محبين وليالي الماضيات. وصلوا على الهادي النبي المشفع، يوم الحشر واختم كلامي بالثبات. صح لسانك. اسمع انت نديم الماضي بدا ويقول يوداني، زاد الطيب هالليله على السما يعرى بتراث العماني، زاد الطيب هالليله. تسلم من المخاطر يا غالي الأثمان، شوفك يسلي الخاطر خيرة ركاب عمان، شقرة حير الناظر مشهورة في الأوطان، شقرة حير الناظر مشهورة في الأوطان، يلي عليها مسافر بتوصل البلدان. إيه ونهني من الخواطر جلالة السلطان، إيه بالنهضة والمفاخر قدره رفيع الشان، إيه أزكى سلامين عاطر على ربوع عمان. تمت. صح لسانك. صح لسانك. جميع جميع. يسلم هالصوت إن شاء الله. جميع. الوالد أنا ملاحظ شيء. نعم تفضل. ما شاء الله خطك منقوش. هذا خط على عجل. منقوش ما شاء الله. خط على عجل هذه. يعني من زمان وأنت تخط؟ نعم من زمان. ما شاء الله خطك طيب. نعم تقريبا أنا ختمت القرآن العظيم في سنة 1370 هجري، الحين 56 سنة من ختمت القرآن، عمري 10 سنوات ما شاء الله. ذاك الوقت ما شاء الله ما شاء. وأمارس الكتابة، وعندي أنواع من الكتابة، يعني تمارس الأنواع الخطوط أنواع العربية يعني العربية. إيه نعم. إيه نعم. عندي خط كوفي، خط النسخ، خط الرقعة، خط الفارسي، يعني موجود كل شيء الحمد لله، من كل شيء شوي. احنا نتذكر انه كان ايضا في كتابه عمانيه في خط عماني. نعم كتبه بعد. اي نعم كتبه. أيوة. هو الخط موجود القديم هذا اللي كان القديم. يستخدم في مكاتب الولاة والقضاء. أي نعم. في الصكوك. في الصكوك. اي نعم. نعم اي نعم الحمد لله. جزاك الله خير الوالد. عيد عقبه يا الله يلي أنت تدري بحيالي، تقلي همومي والكدر ينقيالي،
واشوف ذي الغربة ضنت لي حيالي وسقتني مر بعد شرب ليالي سلم الدنا اللي اشغلت لي بيالي ودعتني في ضيق وكدر وين كيالي ويا ما نهاني والدي واوصيالي لو انت بعته ما تكدر حيالي قال لي بنصح في كلامه غيالي بنصحك عن صحبة الجهيالي وعن تصحب الأوغاد والأنديالي وعن لا ترابع واحد بالطيالي ونسيت هذا القول والأقويالي وهذه نصايح مشتراها غيالي وسافرت في بحر وموجه عيالي وعندي رباعه ما يروبها بحيالي ما ريت منهم واحد يرث عيالي كل واحد من الخير كفه خيالي اما البحر يتحمل الاثقالي ترسي عليه السفن بالاحمالي ولا الحوار ولو تشوفه عيالي ما يقطع البيدة مثل نجم عيالي هذاك بعده ما كمل أحوالي ويبات من عقب الفطام شيالي ألفت قولي في كلام أمثيالي وصلوا على الهادي وكل العيالي. اللهم صل وسلم عليه. هي نصيحة هذه نصيحة كنت نعم نصيحة انثرها الوالد كيف قال منثورها؟ قول يا الله يلي أنت تدري بحالي تقلي همومي والكدر ينجالي ينجالي وأشوف ذي الغربة ظنت لي حالي وسقتني مرا بعد شرب زلالي زلالي سلم الدنا اللي أشغلت لي بالي ودعتني في ضيق وكدر وانكالي ويا ما نهاني والدي وأوصالي لو انتبعته ما تكدر حالي قال لي بنصح في كلامه غالي بناصحك عن صحبة الجهالي وعن تصحب الأوغاد والأنذالي وعن لا ترابع واحد بطالي ونسيت هذا القول والأقوالي وهذه نصايح مشتراها غالي وسافرت في بحر نموجه عالي وعندي رباعه ما يروه بحالي ما ريت منهم واحد يرثالي كل واحد من الخير كفه خالي أما البحر يتحمل الأثقال ترسي عليه السفن بالأحمال ولا الحوار ولو تشوفه عالي ما يقطع البيدة مثل الجمالي جمالي. هذاك بعده ما كمل أحوالي ويبات من عقب الفطام يشالي شوف انت نادم للماضي نادم للماضي ولا غزهات ولا تفاسر علوهات ولا تفاسر وهذا المثل ياكم بايت على الجوزر قيب الدور بين كل شي قريب حساب الفلك امر انتيب يرسف راس القرمان يرسف اوتاد وزمام فم ويا راعي الفم كل شي في الدنيا بنظام الكون منظوم الزمان الكون منظوم السنين مقسوم ما بين اثنين الليل ونهار قرين ما يخالف امر البيان ما يخالفين في شرطه شير على 12 فروع والله ما قامت بالزروع لا تغضى قول بوان هذا هو اللغز مثل ما سمعتوه أما الحل فهو السنة أو مثل ما يقول الحول أو العام نلتقيكم بالغد وحياكم الله بايت على الجوزر قيب الدور بين كل شي قريب نديم قال وغنى نديم قال وغنى رحمن وكاسر نديم قال وغنى مسك وزباد وحنا علو زباد وحنا والورس حاضر علو زباد وحنا
هكذا مشاهدينا وصلنا معكم إلى ختام حلقة نديم الماضي لليوم، واللي كانت من ولاية الخبورة بمنطقة الباط. نشوفكم بالغد في حلقة جديدة. تمسوا بالخير، كل عام وانتم بخير. شوف انت تغيب ولا تبعد، خليك كويس. طبل رحماني والكاسر المروان.